يقول: شخص أخذ مالا من آخر بغير علمه ويريد إعادة هذا المال على قيمة هدية، هل يجوز ذلك؟ لا، لابد يتحلل منه، لازم يعيد له المال ويطلب منه المسامحة، ما يكفي انه يعيد له المال على انه صفة هدية، لا، يطلب منه المسامحة. اذا كان ما يقدر يواجهه لذلك يرسله مع احد، يرسله مع احد ويقول اعتذر لي منه.